السلام عليكم، أحمد علي، عضو المبادرة الوطنية اتحدوا. أنا موجود في اسكندرية لتأبين الشهيد خالد سعيد وإحياء ذكراه مفجر الثورة المصرية الحقيقي. ما حصلش الشرف والتقيته قبل كده، ما حصلش الشرف وكان عندي الشجاعة إن في يوم من الأيام أقول لأ زيه. انا بقول له شكرا على انك في يوم من الايام في ظل الجبروت النظام السابق قدرت تقول لا، قدرت تقول لأباطرة الداخليه والطغاة الداخليه، قدرت تقول لهم لا. شكرا خالد سعيد.